And welcome back. اهلا بكم وبالعوده وياي. طيب انا استاذ علي، هذه هي تكمله المحاضره اللي فاتت بخصوص استخدام الاجابه القصيره بالمضارع البسيط اللي هو دو والدز من صفحه 23 من كتاب النحو رابت ريفيو للمرحله الاولى اداب انجليزي. هذه عندنا جمل باستخدام الدبليو اتش كويستشنز وشون نقدر نجاوب عليهن. Who lives in a dormitory? When does he get up? بهذه الصيغة نقدر نتعلم شلون نقدر نجاوب عن كل هذه الأسئلة. بكل بساطة كل السهل. مثلا هنا أنا. Who lives in a dormitory؟ خلينا نخلي اسم، أي اسم، طالما عندي الفاعل مفرد فراح نحتاج فاعل مفرد، لأن يعني هذه إضافة الأس أو الإس على الفاعل المفرد فقط. يعني who lives in a dormitory، من الذي يسكن في الأقسام الداخلية؟ راح نقول مثلا he lives in a dormitory or he lives or he does. بهذه الصيغة أكو هواية طرق للإجابة، تقدر تخليه جواب قصير حسب نوع الاستفهام المستخدم. الهو تستخدم للسؤال عن الفاعل العاقل، الوين تستخدم للزمان، الوير تستخدم للمكان. هذه هنا الفاعل، وهنا نستخدمها للتايم، وهنا نستخدمها للبليس المكان. هذه النقاط المهمة. When does he get up؟ مثلا he gets up 10 or he gets up at 10، لأن صح. She gets up at 10. Okay. Where does he go at night? At 8 o'clock, sorry. Okay. He goes to school. مثلا الإجابة حسب السؤال المستخدم. الفرق ما بين استخدام السؤال، صيغة السؤال بالdo والdoes، وصيغة السؤال بالwh questions اللي هي what where when، هو فقط بالdo والdoes احنا عندنا معلومة، لكن المعلومة ضعيفة، حابين نتأكد من معلومة. اما استخدام الwh questions لما عندنا اي معلومة، so we have zero information about the question. Okay. لما اسأل مثلا what is your name، هنا انا ابدا ما اعرف شنو اسم الشخص اللي جاي اتكلم وياه. بس لما اقول is your name Mike، هل اسمك مايك، انا جاي اتذكر بين هو اسمه مايك ولا لا. طيب هذه هي ادوات الاستفهام، الادوات الاستفهام الموجودة مستخدمة بصيغة السؤال اللي هي what where when. لما نجي للإجابة على اي اسئلة من هذا السؤال، مثلا هذا السؤال when does he go to church، متى هو يذهب الى الكنيسة. طيب مثلا he goes at night، لازم نذكر وقت المستخدم لطالما عندنا وين، والوير نذكر المكان اللي نطلب عندنا بالسؤال. مثلا okay where does he study in the afternoon، مثلا he studies، لما نحذف does نضيف على الفعل s او es حسب الفعل الموجود. اوكي لطالما عندنا does، اما اذا عندنا do ما نتعب بالموضوع، فقط نحذف does ونكمل الجمله، رجع الفعل الاصلها، يعني وكانما نخلي ايدنا على الاداه الاستفهام والفعل اللي قبل الفاعل. مثلا هنا عندي هسه هنا اعتبر هذه ما موجوده، صارت جمله طبيعيه، ففقط نجيب الاضافه مالتنا على الفعل هذا. شو يصير؟ he does homework assignments at night مثلا، يعني عنده وين تستخدم للسؤال عن الزمان، اما الوير تستخدم للسؤال عن المكان. See answer the following questions about yourself. Answer in complete sentence patterns. إجابة هنا أنا بإجابة جملة كاملة، بالضبط جملة كاملة. تقدر تغير الإجابة حسب صيغة السؤال. Where do you study? I study مثلا in the States. أدرس في أمريكا. حسب صيغة السؤال نجاوب على هذه الأسئلة. أتمنى استفادون من هذه المحاضرة. كل التوفيق لكم. إذا كان عندكم سؤال أو استفسار اتركوا لي بالكومنتس، سووا لايك وشير الفيديو إذا تحب، إذا استفدت من عنده توقع بفائدة الآخرين. Thank you so much for watching the video and look forward to meeting you in the upcoming videos. Thank you.